بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا شقيمها يا مارتي قدرت مدام مدام ايتي زجارك وفرن تيجيجا كرسل وفين مالتا ستوسة وسو تبين البرامج كيلي برسة حادي أو ساعدها لو كلا أتكدا وطال تيجيجا كرسل برامج كمالتا وحان بقابا بيدونا بإذن الله تبارك وتعالى درسي هرئ أنا معرفتي قبل أن أها إقرت وركبتها من السحابي دليلك أها عبد الله بن حذافة السهمي إلى تبارك وتعالى يا مهدا أسكنه إلى صوت جارسي إلى نمال السحابي أو يجوا السحابي أما تاريخ صحة تعبنا هدف كي يجدد أنا مرة بواشة أي تاين الدروس عشر يوحك قال أن وحى كولا محايا للسحابة الكرام رضوان الله عليهم وحيها بدكي لي محمد عليه الصلاة والسلام أركي مقلي كل تقمي يوحى على روح النبي عليه الصلاة والسلام أوامر ومعرفتي حق إله تبارك وتعالى وككاني صحابنا وحي النبي عليه الصلاة والسلام مت كم إذا هدت كده يتال صحابة يتكهن لسان ملاساة ربي وسلامه عليه وحين كشي كمي نبي عليه الصلاة والسلام سلبي لحاد الهجرية ده إنه قرآن سبي إنه نبالو يقرأ له وكلا بدينه قدك أن نقد عربي كهدين إنه قرآن كاسبك النبي قاعدة صلاة ربه وسلامه عليه فنقنو رأي الدوري وكم إذا هالصحابي عن مارك ما أنت كهدين له عبد الله بن حذافة السهمي إن صحابي هو حسوش شغلة إنه لقل مي لبدي بقر إنه بقره مركز أبو العديرة جري كسرى قيصر كسرى ومارك فارس مارك إتلي يا معرفة قيصر وعظيم روضها وحين صوتها تابني إن كسرى مكة ورقب الليل ورقب الجحجاحي سيفي عمر 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 سيفي عشر كاس ورقب الليل الجحجاحي النبي عليه الصلاة والسلام وغو الرمي نبي رأو هباري يرمزق الله ملكه إله تبارك وتعالى بقوتيس سيدة ورقب أجر جري أجحجاحي الله أجحجاحي هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحسه لما أنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام من ملع لكل عظماه إله تبارك وتعالى بعده وجري وحين صوشا بني إن مر على مركو عريسنا أو بيجي كسرة بقركي عظيم مارت فارس إن عريسي وقال كل جاري النبي عليه الصلاة والسلام ونكي بادان يكيبت اللي مقالة اليمن ولبن من أدره سنبي عليه الصلاة والسلام قعنت الله يسوى لقه بادان أو يمن كتليه يخو دير اللبن من أرقه أو يدبضان إنه التوبر فربضان وكتهم إيه نبي أوتين عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام مرعنا مركة أوتين أي بهم ديار متهي إن معرف سيأك بوجينه بقر كي بادان فرين كغتمد بقر كي بقررة إذا كانت سيأك بوجين ملك الملك بدين بقر كي بقررة إيه أهات كسرة ورقب صوقر وأمر كل بحنيه إلا مصاهرة ولا مصاغت أنك أسلوه مرسي النبي عليه الصلاة والسلام وحيانه كراكو بي إيه بادان إنه معرفتي تحيد في قاتل حقين في الشغل بك نبي عليه الصلاة والسلام إيه أما كاسي حتى سأل عد كل فرد نبي عليه الصلاة والسلام أصبه ويقول نهي يقول نهي هاي وحتى الله مرعا من هدو مركب إله تبارك وتعالى أو ما عرفت عرقوا وانتو لك عمى أتاكت إله القوة أن نبوك اللبو كالصوت نبوك اللبو إله تبارك وتعالى حماركم مرنب وما ذلك الله بعزيز لكن نبي نتوق وصلي نحوير إسك الله أبتا باشا كتما جان كل أبتا وأتي يا غدا بريسك عيك هنا لما من نحي بها مركب سبحي معنين ويس دارسي نبي عليه الصلاة والسلام كلمة استعماري قاله بها تقبرنا نبي حجر صلاة ربي وسلامه عليه لن تلقيا كسر بعد اليوم فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شريع عمارتي إله تبارك وتعالى وأدري نكي كسراها وحونا قصة لدي ربي تبارك وتعالى يلقس شريعه المجري ولم يحسي عبد النبي هذيك في ليلة كذا من شهر كذا هذيك النوع سهيد يبش الله عاس النبي عليه الصلاة والسلام وبدامي فحد قاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم نبيك النبي إنها كنت هين أيقو يا بل وحركة مقطة الدهشة لياب إلو أمكا كسيهم على وجههما وجهه حركة مقطة الدهشة لياب يا أمكاك لأن النبي كسع قرشاء هين إن نبي عليه الصلاة والسلام أي قبتان إن النبي يوركا أشيغه
ee uu yidhaahdo war dhegaysta ninkaad ka timaadeen waa la dilay oo waa uu dhintay, wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala ku salliday wiilkiisii maadaama halkaas maqleen, waxay noqotay hadal ay aad iyo aada ula yaabeen. Markaasa waxay yidhahdeen atadri maa taquul, waxaan leedahay iska ogtaa iska ogtaa an naktubu bidalika libaadaan, boqorkii aynu ka nimid ee maarata ama guddoomiyaynu ka nimid baadaan ma saasaan u qornaa. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nacam, waquulaa lahu, waxaad ku tidhahdaa weliba ina diinii sayabluqu maa wasala ilayhi lmalik, sayabluqu maa wasala ilayhi maliku kisra, wa innaka in aslamta acdaytuka maa taxta yadayk wa malaktuka calaa qowmik. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii wuxuu ka faa'iistay fursadii dahabiga ahayd ee markaa hortaalay, wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, waa sida idin leeyahaye, waxaad iga gaarsiisaan ninkii baadaan ahaa ood u sheegtaan diintan waa diinta rabbiye inay gaari deento meeshii ama meesha uu ka taliyo kisra inay diinta dhaafayso, bal diinta way say dhaafaysaayo waa sayabluqu xaysumaa balaqa alleyl wannahaar buu nabiga si kalla kulahaa, meeshuu habeen iyo maalinba gaaro diintan way gaaraysaa, ficlan wayna gaartay wey. wa innaka in aslamta, waxay dhaheen haddaad islaamtid, nabiga wuxuu yidhi waxaa ku tidhahdaan wa innaka in aslamta baadaanow haddaad islaamnimada qaadatid acdaytuka maa taxta yadayk, waxa gacantaada ku jiro ama dadkaad u talisid ee adigu madaxda u tahay baadaanow waxa weeyaan sidaad ayaad maartay madaxnimo ugu haynaysaa wey. wa malaktuka calaa qowmik, tolkaagana waa ku gacangelinayaayo kaa maarata kuma duudsanayo islaamkiibaa qabsaday, oo sida qaacida waxaa jirta la isticmaalo idaa dakhaluu qarya, hadday dad maarata madaxa ay soo galaan qaryatan afsaduuha wajacaluu cizat ahliha, dadkii madaxda ahaana hoos baa la dhigaa, qaacidadii ay isticmaalatay balqisa qow musada islaantii u talinays. marka fikirkaasi aaminsan yihiin dadka madaxda ah, mar haddii magaalada lagu soo duulo in ayaka laga bilaabayo oo dhulka la dhigayo oo boqorki waxay ka talinayeen oo dhan wax kama soo qaad laga maarata wax kama jiraan laga soo qaadayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam labadii nin meeshay markay tageen oo ay laabteen weliba waxay u tageen baadaan, wa akhbaraahu alkhabar, warkii bayna uga dhaceen. qaala fa qaala, waxay dhaheen ninkii aan ka nimid ee maxamed bay ka wadaane wuxuu nagu yihi hadalkaasi hadalkaas. ninkii baadaan caqli badan buu ahaa, hadal cajiib uu isticmaalay, wuxuu yidhi lain kaana maa qaalahu muxamadun xaqan fahuwa nabiy, waxa uu maxamed ku hadlay haddii ay dhab tahay waxaan qarayaa inuu nabi yahay, wa in lam yakun, hadduu hadalka sidaa ahayn buu yidhi, wa in lam yakun kadalik, hadduu warka sidaa u dhiga uusan ahayn uu yidhi, fasanaraa fiihi ra'yan aakhar, go-aan kale iyo talo kale aan ka qaadanaynaa. muddo kadib markuu nagaadada waxaa u timid warqad dheer oo dambaal leh ama warqad lasoo qoray kaga timid shirawayhi wiilkii u dhalay maaragtay kisra cadiimu faris, wa fiihi yaquul, uu ku leeyahay warqaddaas, faqad qataltu kisra, waxaan dilay duqi kisra oo aabbayahaa wey, walam aqtulhu, umaanan dilin ilaa intiqaaman, aargoosashoan u argoonayo, liqowmina token aabbay ahaado, laakiin markii aan arkay aabbay inuu tacadi ama takrifal ama xadgudub uu la imaaday taa aawadeedba waxay u keentay inaan duqa ka takhalluso, faqad istaxalla, wuxuu banaystay qatla sharaafihim, dadkii madaxda ahaa inuu iska laayo duqa maaragtay banaystay, iyo wasabihi nisaaihim, inuu iska goobo dumarkii wantihaabi amwaalihim, dadkii hantidoodii iyo maalkoodii intuba inuu iska boobo ayuu odayga ku talax tagay. fa idaa jaaka kitaabi haada, ninka la yidhahda baadaanow hadday kusoo gaarto warqadaydan, fakhud li aaacata miman cindak, kow adigu iga tala qaado anaa madax ku ah, maanta wixii ka dambeeyo mundu lyowma fasaacidan, maanta wixii ka dambeeyo aniga ayaa maaragtay ku ah weye badelkii aabahi anaa joogo anaana meesha ka talinayo, adigu keliya meehe miman cindak, cidda kugu xayndaaban u talisidna aniga iga tala qaadanayaan wixii saa ka dambeeyo wey. famaa in qaraa baadaan kitaaba shirawayhi, mar allaala markuu akhriyay dhambaalkii ama warqadii kaga timid wiilkii maaragtay u dhalay kisra, xata طarxahu janiba wacala dukhuulahu fi lislaam wa aslama man kaana macahu min alfurs fi bilaadi yaman, isla markiiba nin fariid u ahaa. waxaynu soo sheegnay inuu yidhi hadalka uu maxamed leeyahay maxaa yeele ma jiro wax loo soo tebinayo maxamed u warrami karo ilaa waxyan, in waxyi usoo degaya ma ahaane, laan nabiga iskama hadlo, wamaa yantiiqu cani lhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiidu lquwa. marka wuxuu yidhi wuxuu ku hadlay hadduu yahay war nebi waa nebi, saasuu aaminsanaa wey. markii warqaddii u timid daraxahu jaaniba, dhinac buu iskaga tuuray, wa aclana, wuxuuna muujiyey inuu diinta islaamka soo gelayo, keligiina islaamka ma qaadanine dadkii farisiinta meesha joogtay ee yaman waa isaga u talinayay, dhammaantood waxay wada qaateen diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala, waxaynu usoo galnay afwaajan afwaajan. taasi halkaas waxay inoogu xirantay qisadii
ee maaragtay Kisra uu kala kulmay limaliki maaragtay Fors. أما قصته لقاء عمارة عظيم الروم قصدي وكرك المي عظيم الروم بقرك رومانين تا يلنهد القيصر أي أيضا وحيتها قصة من رواعي القصصة شيء كوينكا مدى أقوم عن وحينا نعضي سندي تيهر وحينا نعضي نري سندي لحاد هجرية ده تنى وحينا نعضي سندي طبان يساقالات إيه هجرية ده وقت قاس أهوغانك إيه مدحنا مدى وقعان تكوها يي أمير كي مؤمنين تا عمر الفاروق عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكون النبي عليه الصلاة والسلام يري لو سلك طريقا لسلك الشيطان فجا آخر عمر هدا علي ودمرت شيطان كما دعوه وددك لو كبح سلاوي صحابي جيلك جيسك إيه الذي فرق بين الحق والباطل إيه كلا السواعي حق يباطل كاب با معرتي وقتي سوحاد عضي قساءات إيه أيضا عجيب ودقها معرتي مسلمين تا بالحقيقة يقول راح يستاوي وانا تنا دروس تانو أخرينو سيدان عشرة يدروس إنو كبير غاضنو taasina markaas waxay dhacday sanadii 19aad Umar Khadaab baa wuxuu diray waxaanu sheegnay Umar in awoodiisa si baaxaysay ay maalinba maalin ka dambeysay ay isu gudbayeen inay magaalooyin iyo meelo qabsadaan saadaraadeed waxa dhacay duulaankii lagu qaaday xagga iyo Rome markaas ragga dagaalkaas ee duulaanka qayb galay waxa kamid ah saxaabiga jaliilka Abdullah ibn Hudhaf as-Sahmi wakaana Qaysar ninkii Qaysar ahaa cadiim Rome أي وحكوبة بطي تناهت إليه أخبار جنود المسلمين ليس يا من كيس وحكوبة بطي كشاكنت يا ورلا وش يجيو مسلمين تعيد مدودا يا وما يتلحون وما يتلحون به من صدق الإيمان يا إيمان كم عن سر إسم عن سريان يا كل جناشها يا سفويك ولاكسن يا إيمان ككسر النمجاز وركودي ليس كم بطي يا ولي محاك لك بطي يا ورسوخ العقيدة عقيدة صلبجر إسوعن إيه استرخاص النفسي إيه النفط وغسل الرخيص كأوتا في سبيل الله ورسوله لكن دينت إلهي تبارك وتعالى ودقى الله ميان يدفع عند رسولك عليه الصلاة والسلام وحقوبة بطي وليس كبطي مسلمين تا إليهين دب جيسيالة كلية جيسيال ماها عقيدة إلي سنتها إيه سوانتها دد إيمان وكبوحو دد نفط وغرخيص كتها مركي نقوتها الله دينت إلهي تبارك وتعالى إيه دينتيس مرك أمر بحي فأمره رجاله رجيسي يا معيد ميس رجع بان دول ياشا إيه كمارتي قاشان لقى مارت رجع ما يحدا إيه جانك وها يوم مارت ليكر رجع سلاكيشة إيه مارتي ومده هركع يا عيد ميس بوخو فري أرن عجيبة وحكيري هدو إذا صو جانجلو بأسير من أسار المسلمين مت كم ده رجع الله لقلا قبصدو أما لو قف عشان دجالك إيه مسلمين تكم ده هدو إذا صو جانجلو وجانتي إنما صو جلها أن يبقوا على إيه جانتك وسهيان وأن يأتوه به حيا أي دليل بل أيقه نور نور وكيران وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة السامي أسيرا في عيد الروم فحملوه إلى ملكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين الأولين إلى دينه فقد وقع أسيرا في عيدنا وآتيناك به وحيدهن ما أنت وحق عنت ما كسر دعي وإنهيناه نكمل إذا رجي هرئ راعي هرئ النبي محمد عليه الصلاة والسلام دين تسيب قاتيب ورقي ما رتيه ربع دادها ربع دادها الدين تان كسهر مريب ما أنت قاعد تقولنا وين كوك هنا أي كوي رهدين ويا مركز إله سبحانه وتعالى هو قدر إنه قاعد قالوا أقوله إيه ما رت رجي رومانيتها يا من رومها إيه نكا وبان جوري وحول الربي إنه أقوله وح رجع قلبي هو الساس أتكي إنه بارتان ديري كسمي دوري نظر وحو إيجي ملك الروم بقرك الروم وحو إيجي إلى عبد الله بن حذافة السهمية يو إيجي بويل سوى لبن الميري وكو إيجي ومارك هوس يقر أي إيش لا راح راعي ثم بادره قائلا أسوى هذا الكودك دقيو أما هذا الكودك دقيو أفكي سكسوا برقود وحو إيهاد إني أعرض عليك أمرا نيهو أنيقو أهرب بوكوسي بلغيا قال وحير وما هو يا صالح قال هو عبد الله بن حذافة السهمية وحكوري محيطة وحيسو بندقي سيد فقال وحير أعرض عليك أن تتنصر وحكوسو بندقي إلى الجانو ديت وكريستيان قطر فإن فعلت هذا دين تسخيات وساسا من سدمية هي خليت سبيلك وأكرمت مثواك هذا ساسا من سدمية وكسيد دينية وكفصحية وأكرمت مثواك ولي وكنت من تعبير يعني أبو ما لا تدي أنك ولا جينا وكنت دولي وكرامي وشرف حقيقة كم دولتاي فقال الأسير لهيسته أما قفك قبرنا إمارة عنت مكا رجل كجري سئس لويني وحزم
iyo go-aan uu ku jiro wuxuu ku yidhi hayhaad hayhaad oo habeenka xalaa u tegay ina almowta geerida ayaa laa axabu ilaya alfa maratin mima tadcuuni ilay geerida ayaan kun jeer aan ka jeclahay waxaad igu baaqaysid waxaad igu yeeraysid geeridaan ka doonayaa bir kun jeer faqaala qaysar ninkii qaysar ba hadlay markaas wuxuu yidhi inii la araaka rajula shahman fain ajabtani ilaa maa acriduhu calayka ashraktuka fii amri waqaasamtuka sultaani hadal soo jiidasho leh oo dabacsanaan ku dheehan tahay ayuu ugu baaqay taw wuxuu yidhi wuxuu yidhi waxaan ku arkaa inaad tahay nin fariid ah nin maaragtay aragti dheer oo maaragtay fariid ah inaad tahan ku arkaa buu yidhi fain haddaad ajiibtay waxaan kuusoo bandhigayo wuxuu yidhi waxaan kugu maaragtay kugu maaragtay kaa qayb gelinayaa maamulkayga oo maaragtay boqortooyadeeda iyo waxaan ka taliyo ayaad qayb ka noqonaysaa buu yidhi oo weliba maaragtay meel sare ugaarsiinaya marka uuleya qaasamtaka sultaani qaymid qayb wanaagsan baan ku siinayao nin sareen kaa dhagayaa wey eeg qofku markuu adduunyo dool yahay waxaano kale uu ku hudmaa wuuna ku dagmaa laakiin qofka markii caqiida iyo iimaan fii fu-aadih uu qalbigiisa laabsi ku jirto laa yubaali wax walboo la siiyo adduunyo xadaha waxadaafiiriha adduunyo idoolkeeda oo gacanta loo soo geliyo damyahaba kama leh liana addunyaa rakhiisa cinda allahi tabaaraka wa tacaala low tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafira min asharmatama haddii adduunkan garabkan oo ilaahi tabaaraka wa tacaala xaggiisa uu kala dhammaan lahaa kabasho biyo lagama siiyo gaalada taasi marka waxay saxaabadan rag waa rag lasoo dhisay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo dhisay oo habeenay maalin ku dadaalayay ee uu lahaa maalii walidunya anii adiyo maxaana kala galay nin waxaa la mida geed harkii harsaday geetana ka dhaqantiy eeg marka taasi waxay dalaac u tahay inay yihiin rag lasoo jaaj maarata jaajar buuxo lasoo siiyey iimaankooda uu sugan yahay taas maa sida guulaha u sugan yihiin oo kale uu sugan yahay aynu maqalno ismacu wacu ayuu dhegaysan dhegta u raaricinno ijaabadii iyo jawaabtii waafiga ahayd inuu siiyey saxaabigan dalilka ah fatabasama alasiir almukabani lahaystihi qaf maaragtay katiilaysnaamaa wuxuu ku yidhi biquyuudi asagoo iniga ku katiilaysan katiiladii ayaa waqaala wuxuu yidhi law acdaytani jamiica maa tamlik wa jamiica maa malakat lcarab ama kale maa malakat lcarab calaa an arjica can diini muxamedin darfata caynin maa facaltu wallahi waa kelimo maanta wax walboo la siisiisa jirin waa kelimo aada iyo aada u qiimo badan waa kelimo qalbiga qofka maaragtay isla weyn dhabarka jabinayso muxuu yidhi sima u dhegeysana wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartayen law wacdaytani haddaad gacanta ii gelisid jamiica maatan wax walbo oad adi ka talisid boqortooyadaani waxaa isku xukunto o dhan haddaad maanta ii gacan gelisid iyo carabi waxay mulkigo dhan haddaad gacanta ii gacan gelisid oo hadafkiiaad yahay inaan ka laabto can diini muxamedin waa diinta ilaahaya diinta ilaah tabaaraka wa tacaala inaan ka leexdo darfata caynin waa ilbirsi ilbiriqsi wallaahi maa facaltu ima sameeyeen qaybo naga midn waxaa laga yaabaa sida la ii sheegayay ayagoo maaragtay diinta ilaahi tabaaraka wa tacaala inay kaga baxeen buufis intuu qaaday dibad baa lagageenaya kitaabka qur-aanku istaaga maantana hoog iyo halaag baa u sugnaaday maxaa yeelay waxay ku istaageen ama ay dayaceen kitaabka ilaahay maaragtay qur-aankii waxay ku istaashtaray samanan qaliilan wax yar adduunkaana wax yaro maaragtay waa ayaaman macduuda waxaad aad yarkaad ku hirsatid maanta waxaa nebi lagu lahaa calayhi salaatu wasalaam walal aakhiratu khayru laka min aluula middaan horeyso aakhirada baaqiga ah ayaa kaaga khayr badanay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yaa sidaa lagu lahaa walaalayaal ninkii markuu intaa maqlay ayuu wuxuu yihi idan aktuluka haddiiba saas tiyo ku dilaynaa buu yihi amaa ku dilayaa waxau ku yidhi anta wamaa tirid adey kuu taallaa anta wamaa tirid adey saa doonta ka samayso adey kuu taallaa buu yihi odaygii markaa wuxuu amray ninka kan in laxeerasuga xernaayo ee maaragtay weli wuxuu leeyahay irmuuhu qariiban min yadihi wahuwa yacrudu calayhi atanasur faaba wuxuu leeyahay gabinka maaragtay falaarta ku riga hoostiisa weliba meelaha u dhowdhow ku dhiftu leeyahay asagoo weliba xirxiran amar buu wuxuu ku sii guura maaragtay ciidamadiisa gaarka ahaa markaasay maaragtay leybka ka agtaagaan oo ku dhuftaan ayagoo doonaya inay ka bajiyaan faqaala wuxuu ku yidhi irmuuhu qariiban min rijlayhi xagga hoosana kaga tuurtuura ayuu ku lahaa wahuwa yacridu calayhi atanasur inuu weliba gaaloobo ee diinta islaamka uu ka baxana uu bandhigay ilah baan kugu dhaari eeg waxaynu ka faa'iinay faa'iido fara badan faa'iidooyinkeenu ka qaadanay waxaa ka mid ah kow in nebiga calayhi salaatu wasalaam macaamilnaasan kula dhaqno raggayaa soo diray kadalik qofku inuu kalsooni isku qabo in ilaahay qadartiisa uu yaqiinsan yahay waxaynu kaloo ka qaadanay walaalayaal waxaa idu fura taleefanada waa nagala qayb qaadan kartaan barnaamijka sida tooska lambarka hadda usoo gaacdaan dhowr su-aal baan idinka weydiin doonaa casharada hadda akhrinay insha allahu tabaaraka wa tacaala
وعقلوا كم ده النبي عليه الصلاة والسلام إنه كفى إيس الدعوة ولي هاي ممكن إرادو بابانو هدي إيه كسوه قارتو دنبالك إياي دنبالك هدو كسوه قارو بقرتو يابي لغو دودسين لاي هدي مالك عادو أطارين ملاحا أو ضد دعوة أبو باقيو ضد مال كتاليو إنا تراهيد ميرشي أتكتاليسان كلابني القريسيد إنا ميرشو دي إسيهنيان لكن هدا تراهيد أنا أكو تلاي عدك عدو يسيني سمالي وهذا الدروس عنك قادة نوراليان وحين كلو كقادلنا إن هدي اللي وقبته إلهي تبارك وتعالى أدعو بعانت أقشت إن الدين تهدي كفر عديك إيه أدو فوانين سيف لبون نمي كقادل لأنه وحي قدمت دماني سيد صباله حتى هدات إمي لنكا لسك دواه ومعنى هذو يهي سأتكي تلفن كوا إذو فريا إن شاء الله تبارك وتعالى واتكي قيق بلان كرتان مركا إن قفك سأتكيه وإسكو أتكيه سأل سيدي وقو مارة أغسونا لها دين تيس وحين كلوك قادلنا هدي أدويو إدال كيت أدويو أو دن لبوق عن كليو سي أدويتنا دين تادي إلى دين تادي حبنا سيسان لأن أدويو دو حي تامله لا شيء رقي مية رقي بقردها السومر أدوكا أو فرعون هامان قارون رقي مدحرة أو ملحيوين تأو رقي ربنا مية شكت مية ما أنت عيد بيكو جنان أدوكو دي وحمو ترك ما لما مية ما أغنت عنهم شيء وحي أترت ماله بل أدونك قف وحي أتر إياه أنت رب تبارك وتعالى رمي أنت إله رمي أنت أصبحت رئيس أما هدو قفك رب تبارك وتعالى كوعد وديس هوقي هلاك بكل عيام وحي نكلوك قادر يا وليان إن هديك قرقرة الإمام إن لبقى أهل إسقبت نفت تعالى كوب البادنيس إن نفت أمره قال سنتا وحالي الشومي كليه إلا من إهما قال باشو من إياه أروى مسلم له مر والبمصلحة دين توحد قرن سحابي جل كان النبي رجال ياسر عمار نكون النبي عليه الصلاة والسلام قوي مت نحن كويري نبي اللي يقفقو ويقعد يرو ما أنت لما كعيني مر كي نهام النبي عليه الصلاة وكعيني نبي سؤال بودي ماذا محد كخ هريس ما خليني عيني سقلب يا محد دريمس والله بيرك وكراهيو يأمر نبصري أنا كعيني نبي حيري عاي واسكك عاي هديه ما رت قلبي هذا وخير كبو حي إلا من أكره وقلبه مطمئن باليوم سوق لسائل قفل مقصبي إيه قلبه إيمان كبوح سوق لسائل يعيب إيه لهنا النبي عليه الصلاة والسلام تاسي وحي دل عد أطول عليا إن دين تينو تدين اليسر دين فضط أو نقفك إلا ما من قف مجر الدين تسكو أتكي إلا وكو أتكاتا بشروا ولا تنفروا ذاتكو بشارية أو كالدين ولا تعمار تحدثك كو أتكينا وحد قرن لسان النبي عليه الصلاة والسلام صحابي إنه مها في المعاد بن جبل إنك صلاة تجي إمر وكبح وما ارتهى لك دحمر الجرس معروف كها النبي عليه الصلاة والسلام وقع على الله أفتان أنت يا معاد ما في النوراته مركو الدين تو الدين آت أفضل هذا أسكو أتكيس وهذا أتى الله ما دغلوي حتكبح هذا ما يكون بيسه بل دين تو الدين سي كسعة اسموث سيروا ما ارت معان سيروا قهو هذا الذي تبارك وتعالى عتبت الله على الجلسيد وضول واحد جلسا الصحابة والكثرة صحابة النبي كم ذهب إلى النبي أمارة أمر عائشة وتجان إلى النبي عبادة سكورا إلى النبي موسى ما هبيك قيام يوم موسى يا ساسوس ما كل عماش ولا جستين إيه سحق قرب عليك أو إيه لا والله أنا كحرمين منه يقول والله أنا جورس ما يبغى متكلم يقول والله أنا جماعة رتي صوم بان أفكو كوضة يا واتجلسا هذا النبي واتجلسا فمن رجع مر كان النبي يقول كلها أنا جواس صوما وانا عفر ربي صلوات ربي وسلام عليه وانا قرصة ده وحاسب عليها وكذلك يعني ابو السعد قفك الدين تدربه دين تدربه واسكعده انا ووشها قصد ايه دين تا وعدي قفك كبض مليانة وحيكون اسوه مبا مارت ايه نبي يساوي وحاسونا وحان اسكوه سوه مارت افميري ولا ليان وان تاريخنا ووشها كينا بحيط هاي انه كلبحنا دروس يا عشره وحين سوشها كذلك نبي عليه الصلاة والسلام مركو دري عبد الله ابن حذافة السهمي أودري كسرى من استعمال النبي عظيم فارس إنه قفك الاحترامه ما ملكه هاي منصب كهاي اللي هو قدريه إن اللي هو قيمة يقفك أنا دوت سير حكم كيس لس أحفيري قفك ما كان احتلس مستا هذا مستر يهاي مدرة مدرة مدحوينة مدرة وزير دين تو مديدة إسلام إنما واحترامه قفك الو احترامه قف والبنا النبي صلى الله عليه وسلم ناس منازلهم قف والببوسينك يا مقامك أوليه إلا ديو وحن عشك كذا قال لنا وليان النبي عليه الصلاة والسلام إنه دين تكفر يا ورقه يا دنبال إيسا كفر دين تنحوك يا دغال دين تنحوك في السيرة دقن
إلهنا يقول تبارك وتعالى نبي قيس صلى الله عليه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعية الحسنة دبك مكاد دينت أبو باقيسد سي وراسن أو دهسون أو مع الحكمة سي وراسن أو قبو أو دقن أو رندتك لك العيرنين وقد قريسا فرعون أو رجعنا وقد قمنا شكل مدان أو ربي نمشي شكتي بوحى اللي هاي وحكوتا قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كل هذا الدقن أو قبو أو مركز محامي هذاي أنا المارة الديدرين إله نموه قال فرعون إنه سويل قسو الله بني لأن أصلا خلقي إله تبارك وتعالى أصلا خلقي إله وذي حاليس ألم يعلم بأن الله يرى بيوسن أصلا أكسرين إنه ربي سبحانه وتعالى أوسن مارة أركي حال دي قسوه ربي وكور قبوي إسكو سوحوري دلوعدو وحيتهي دين تاس قاليا ربي تبارك وتعالى إله إنه وضيقي وحن كلوكا قابلنا الدروس حكم إذا قفك هل يجا أمد وحسه هياي إلا سار ماشيس وحد جرس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مركو ويمت عبد الله بن حذافة سمحيري حق على كل مسلم قف والبو مسلمة وحواجب أم حقه ونقول له أنه مدى ولكن إنه مدى حلقة نوكذا وحد جرس ما تدكي دينتا وحوتر هسا الله قيمية إن علمات الله قيمية إن أخيارت الله قيمية إن ما أردت مدى الله قيمية قفك مركو وحقبته وراجة إن إلى جزاك الله خيرا إله واصل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قفك منك وراك سمي وراك بالقوة بدلوي إله تبارك وتعالى هذا الحفظ يوم أنت أسأل ما أنت ما أردت ورعيال كسو قبل جميلنا درس يمي أكجهل لني صحابة الكرام رضوان الله عليهم خاصة إنه ما أنت كجهل لني صحابي جلكها عبد الله ابن حذافة السهمي صحابي جلكها إيه لك المي لبدي بقر إيه دوكا كتل ليسي إيه وسر ليس مدحنا إيه اللي يراه كسرى عظيم من عظيم فارس يا قيصر عظيم من عظيم الروم ومركو لكل من ولكل من أديو بل ولكل من إله تبارك وتعالى درتي يا الدين اللي قارته وحكتري يعني لحاس كيسي ودع أهله وصاحب أهل كيسي يا عرس وكتري وحنقاجيني وحيدا فريدا ليس معه إلا الله أصوى إله تبارك وتعالى درت بسعودي ساسا نقف والبو مسلمة لو قبها هي هي إنه الدين تان معرتي ومعرت الريال وحق كل ذا يقبته إلهنا واصيلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كهذا وناكسن عد كهذا وناكسن مجدته قفتك دينت لا وباقيه إله تبارك وتعالى حق يسوي يريه ولبقى أيد مكلا سيء حليلي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وحوحى السمية إلي ما قف صبر له قف نصيب وين وحذ وين ربي تبارك وتعالى وديقي إله تبارك وتعالى وحويدي سنيا إنه ما أردت بأسماء الحسنى وصفاته العلى وكبريه إنه ما أردت جنة الفردوس الأعلى إنه غد وما أردت مثوانا مش أنه ما أردت مكان عرب مش أود ميسو إنه كوها ينين إله تبارك وتعالى وحان أود عيننا إن ذاتك مسلمين تاعي صوماليا إيه أبارها كوها بسدين إله تبارك وتعالى أبارها كسارو إله تبارك وتعالى أولادا بهذي إيه ذلك النظام ستينا ربي تبارك وتعالى وكسر ما أردت نكسارو وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.